مشاهدينا متابعين معكم ولسنة ال 24 بشهري شباط وأدار بيتم تنظيم مهرجان البستان يلي هو دايما بيطغى عليه الأجواء الكلاسيكية. اليوم رح نحكي أكثر عن فعالية المهرجان. بسعدنا نستقبل عضو لجنة مهرجان البستان السيدة لورا لحود. أهلا وسهلا فيك مدام لحود. اليوم بما أنه نحن بأجواء الشوكولا اليوم خصصين حلقتنا للشوكولا، كيفك مع الشوكولا؟ جوعتوني. لا ما تقولي احنا وين منضيف؟ شو بدك؟ بدك هيدي في حراره بناخذ حرارتك لك شو مهضوبه اصغر واحد. يلا صحتك. برايك معقول حافظه على حالها؟ برايك معقول حدا ما يحب الشوكولا؟ عم بيحكي انت بتطير العقل. تسلمي. هيدي على لبناني في بيقولوا قهوه الاهلا وسهلا. نحن اليوم الشوكولا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك يا سيده لورا لحود. دائما نحب نشوفك معنا لانه بنعرف انه في عمل راقي وفي عمل جدي كل سنه عم بيكون بمهرجان البستان. هالسنه شو هو شعار المهرجان وكمان شو بيتضمن؟ بعد بكره ب 15 شباط نحن بنقول لكم اهلا وسهلا. شكرا. باوتيل البستان مهرجان البستان ببلش. هذا انا بلاقي احلى وقت بشتي لبنان، وقت بحبه كثير. اول شيء هالسنه عندنا ثلج كثير، عندنا موسم حلو، والمهرجان احلى وقت ببلش ب 15 شباط وبيستمر ل 19 اذار. نعم. كل سنة عنا عنوان مثل ما بتعرفوا. عنوان هالسنة هو ملكات من الشرق. نقينا هالعنوان لأنه عنوان حلو رائع، وحبينا نضوي عبر أعمال فنية عالمية على الدور التاريخي للمرأة الشرقية. الملكات يلي سامعين قصصهم مثل شهرزاد، سميرة أنيس، ميديا، كليوباتر، ما رح نسميهم كلهم، بس كل هالنساء لعبوا دور سياسي مهم. حد ملك أو إمبراطور أكترية الوقت كان ملك ظالم، وقدروا بذكائهم وثقافتهم وعلمهم يلعبوا دور يمكن يغيروا في محور يمكن التاريخ. غير مجرى التاريخ. ما بنعرف. بقى حبينا ندوي على هالموضوع. مدام لحود، حابين نعرف كم حفل بيتضمن المهرجان السنة، مواعيد الحفلات، تاريخها؟ هالسنة في 20 حفلة مختلفة وتقريبا متتالية مثل كل سنة. هذا كتير مهم أذكر الجمهور لأنه كتير ناس أيام بتنطر تسأل أصحابها كيف كانت هالحفلة. أكترية الحفلة ما في غير مرة واحدة، ما في الواحد يسأل، لازم يقرأ البرنامج. أهلا وسهلا إذا بده يتلفن يسأل تفاصيل، بس كل حفلة وحيدة وكل واحدة عندها طبع معين. 20 حفلة قلنا. البطاقات بينباعوا بمكتبات أنطوان. نعم. أباسي أشرفية، أباسي دبي، بالأسواق وبالحمرة. منبلش ب 15 بعد بكرة حفلة أوبرا غالا. ب 17 في ساكسوفون كواتيور، كمان حفلة يعني وحيدة بنوعها. بحبين الساكسفون كمان، أكيد رح أحب العمل. ب 18 حفلة لشهرزاد. شهرزاد قصتها استوحوا منها كتير مؤلفين مثل ما فيكم تتصوروا. رح نقدم قطعتين، واحدة لرافيل واحدة لريمسكي كورساكوف. وبزيد هالحفلة في فنان رح يعزف على التشيلو اسمه جوليان لافيريير. نعم. وفنان فرنساوي شاب كتير مهم. ليلي رومانسية. ليلي رومانسية. بعشرين شباط في حفلة لسمير أميس. كتير عنا حظ انه هالمغنية ميزو سوبرانو أنا بونيتاتيبوس رح تغني فيها. البرنامج اللي رح تغنيه، أول شيء هي اكتشفت هالموسيقى وربحت جائزة كتير مهمة، هي الأوبرا أوردز. هي وعم بتغني هالبرنامج. ب 22 شباط حفلة منقدم نحن كل سنة موسيقى دينية، استابات ماتر لروسيني بكنيسة مار يوسف اليسوعية. هذا العمل الوحيد اللي بتظهروا من كمان. كل سنة عنا عدة أعمال بتظهروا وبتعملوا عمل فني خارج الأوتيل، إذا فينا نقول. مزبوط. رح نشوف بعد كمان البرومو كرمال مهرجان البستان يا أما الدعاية، وطبعا رح نتابع حديثنا لأنه اسم الله الحفلات 20 حفلة عندنا. خلينا نشوف لك هنا الدعاية ونرجع بعدين منتابع.
سيد لحود اكيد رح نتابع، ولكن بستوقف شغله، قد ايه في صعوبه بس تقولي انه في اوبرا اووردز وفي فنانين كثير كثير كبار عم تقدروا تجيبون على مهرجان البستان؟ شغله ابدا ما نهيني. اول شيء خلال هالسنين بنينا علاقات مع العالم الموسيقي، مع كل الوكالات، مع كل الموسيقيين الفنانين، صار عندنا هالعلاقات. وعندنا جانلوكا مارتشانو، هو المدير الفني يلي كمان هو عنده علاقات وبيساعدنا كتير. في فنانين قدرنا نجيبهم، يعني جبناهم وقت ما كانوا شباب أول شهرتهم، بيصير أهين بعد سنين نرجع نجيبهم. وكتير حلو للجمهور اللبناني يلي حضرون بعد مثلاً 5 سنين 10 سنين بيحضرون بأكبر صالات بباريس بلندن بنيويورك، بيقول أوف نحن شفناهم وقت ما كانوا شباب من 10 سنين من 5 سنين بمهرجان البستان. هذا الشيء كتير حلو واللبنانية بيفتخروا من هالشيء. مدام لحود، بالنسبة للبنانيين يلي ما عندهم إلمام بالموسيقى الكلاسيكية، قد ايه ممكن يحسوا حالهم مش معنيين بهالمهرجان، أو قد ايه بنقدر نحن نشدهم لحتى يتعرفوا على هالموسيقى؟ هذا سؤال كتير حلو كتير محله. دايما أنا بحط حالي بمحل هالجمهور. أبدا أول شيء الموسيقى الكلاسيكية مش ضروري الواحد يعرف عنها يفهمها، بس مهم أن الواحد يلتز بشي حلو. هذا هو أهم شيء، مش ضروري يعرف. وصحيح أنه عنا عنوان معين، بس في تنوع كتير كبير تحت هذا العنوان، من الموسيقى الكلاسيكية الصافية للحفلات اللي فيها حيوية وروح شبابية أكثر. كل الناس رح تلاقي شيء يعجبها. فنحن بندعي كل الجمهور اللبناني أن يكون موجود ويحضر ويتابع مهرجان البستان لهالسنة. مدام لورا لحود، نحن نشكر وجودك معنا، أهلا وسهلا فيك وكل التوفيق لكم مثل كل سنة. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. مشاهدينا فاصل إعلاني ومنتابع خليك.